السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الأوبستاتريك أند ومنس هيلث في كتاب فاميلي ميديسين إكزامينيشن أند بورد ريفيو كيس 9. أسرتي 7 يير أولد جراف دا 3 بارا 112. وقلنا الأرقام دي الوان الأولانية اللي هي فول تيرم، الوان التانية بري تيرم، الوان التالتة أبورشن أور ميسكاريج فور إني ريزن أو فور إني كوز. يعني هي عندها 1 فول تيرم، 1 فول تيرم، 1 بري تيرم، 1 ابورشن، و 2 ليفينج تشيلدرن. يعني هي معاها 2 ليفينج تشيلدرن، 1 فول تيرم، 1 بري تيرم، وحصل لها مره ميسكاريج او ابورشن. يعني هي جرافيدا 3، حملت 3 مرات بس ما ولدتش غير مرتين، وحصل لها ابورشن مره فول تيرم ومره بري تيرم. Present for an annual gynecologic examination and has questions regarding contraception. She is wondering if she is a candidate for an IUD. يعني هي جاية دلوقتي تسأل عن الـ IUD، هل هي ممكن ينفع لها الـ IUD ولا لا. All of the following are contraindications to the IUD placement except pregnancy, acute pelvic infection, undiagnosed vaginal bleeding, history of chlamydia infection. البريجنانسي اكيد كونترا انديكيشن فور اي او دي بليسمنت. الاكيوت بيلفيك انفيكشن، اني اكيوت بيلفيك انفيكشن از اكيوت، يعني يعني حاصل دلوقتي، از ا كونترا انديكيشن تو اي او دي بليسمنت. اولسو ان دايجنوزد فاجينال بليدنج از ا كونترا انديكيشن تو اي او دي بليسمنت، ممكن يبقى سببه يا اما اندومترايتس، يا اما الفايبرويد جوه الاندوميتريوم، او ستراكشرال ابنورم او اني ستراكشرال ابنورماليتي جوه الاندوميتريوم. فلازم الاول نعرف سبب الفاجينال بليدنج قبل ما نستخدم اي او دي، لانه ممكن يبقى اكيوت انفيكشن اندوميترايتس، او ممكن يبقى ستراكشرال ابنورماليتي في الاندوميتريال كافيتي، وده برضو كونترا انديكيشن تو اي او دي يوز. History of chlamydia infection، طبعا الكلاميديا انفكشن لو العيانة كان عندها كلاميديا انفكشن قبل كده وخفت منه وتعالجت، it is not a contraindication to IUD placement. الكونترا انديكيشن هو acute pelvic infection acute PID او acute cervicitis، يعني في mucopurulent discharge دلوقتي من السيرفكس، او يا اما دلوقتي عندها symptomatic IUD symptomatic pelvic inflammatory disease اللي احنا قلنا السيمتومز بتاعها في الفيديو بتاع البلفيك انفلاماتوري ديسيز، يا ريت ترجعوا. تمام، يبقى البريجننسي والاكيوت بلفيك انفيكشن والاندايجنوزد فاجينال بليدنج ار اول كونترا انديكيشن تو اي او دي بليسمنت، لكن الهيستوري اوف كلاميديا انفيكشن از نوت ا كونترا انديكيشن تو اي او دي بليسمنت. يبقى الاجابه بتاعتنا هي دي. تمام، يور بيشنت هاز نون اوف ذيس كونترا انديكيشنز، شي وود لايك تو بروسيد وذ ذا اي او دي. Her friends have told her that IUD works by causing abortions and she is unsettled by this idea. The mechanism of action of the IUD, copper or progesterone IUD is abortifacient, cause a sterile inflammatory reaction to a foreign body, impairs sperm transport from cervix to the fallopian tube, B and C, all of the above. الIUD is not an abortifacient، يعني ما بيعملش abortion، لان هم لقوا الهيومن كوريونيك جنادوتروفين ليفل في اليوتيال فيز في اليوتيال فيز ان IUD يوزر مش عالي، فبالتالي الIUD is not abortifacient، بس هو بيعمل استيرايل انفلاماتوري رياكشن از ا فورين بودي، فبيعمل امبير امبلانتيشن في اليوترس، وكمان بيمنع السبيرم من الترانسبورت فروم سيرفكس تو ذا فالوبيان تيوب، بيبقى بيمثل عائق للسبيرم ترانسبورت، ما بيقدرش السبيرم يوصل للفالوبيان تيوب، وكمان ان هو بيعمل بينهبت السبيرم سيرفايفل، بينهبيشن اوف سبيرم سيرفايفل. يبقى دي الميكانيزم اوف اكشن بيعمل اوف اي او دي، بيعمل از فورين بودي، وبيعمل استرايل انفلاماتوري رياكشن بريفنت امبلانتيشن، وبينهبت سبيرم ترانسبورت فروم سيرفكس تو فالوبيان تيوب، وكمان بينهبت سبيرم سيرفايفل. تمام، طبعا كلنا عارفين ان المرينا او البروجستيرون اي او دي بيقعد من 3 ل 5 سنين، لكن الكبر اي او دي بيقعد 10 سنين. After all of that counseling
during a routine appointment 2 years later her husband undergoes vasectomy. يبقى هي كده دلوقتي مش محتاجة ايه، مش محتاجة contraception. During a routine appointment 2 years later she complains of worsening menorrhagia. يعني menorrhagia اللي هو increase the amount of bleeding during menstrual period. تمام. She denies intermenstrual spotting. ما عندهاش ما فيش bleeding في غير موعد الدورة، بس هي الدورة بتيجي عندها منتظمة بس بتيجي جديدة. She hasn't noticed any lightheadedness or dizziness but she but she does complains of generalized fatigue. يعني ما فيش impairment للهيمودايناميك status بتاعها، ما عندهاش dizziness او lightheadedness بس عندها fatigue. On physical examination you find a normal sized thyroid and an enlarged irregular uterus measuring 10 to 12 weeks in size. There are no distinct adnexal masses but this is somewhat difficult to discern due to irregular uterus. تمام. انت بالاكزامينيشن لقيت عندها الثايرويد مفيش enlargement of thyroid، وقلنا الثايرويد لازم to address thyroid gland في حالة any abnormal uterine bleeding حتى المينوراجيا، لان to exclude any thyroid problem لانها سبب مهم في الirregular uterine bleeding. لقيت اليوترس كبير بس ما فيش ادنكسال ماس، او ما قدرتش تحس ادنكسال ماس في الفالوبيان تيوب او في الاوفري. تمام. Your initial work up in this 39 year old female should include all of the following except CBC, TSH, carcinoembryonic antigen 1 to 5, pelvic ultrasound, يوتراين هيومن كوريونو جنادوتروبين اللي هو البريجنانسي تيست. طبعا كل ده لازم نعمله. قلنا اي ابنورمال يوتراين بليدنج لازم نعمل فيه سي بي سي تو ادريس هيماتوكريت اند تو ادريس بليتلت كاونت. الاثنين دول مهمين جدا في اي عيان وهو از بليدنج. التي اس اتش مهم جدا لان الهايبرثايرويديزم از ان امبورتنت كوز فور ابنورمال يوتراين بليدنج. البيلفيك ultrasound مهم جدا عشان نشوف any structural abnormality في اليوترس، او يا اما to address any adnexal mass زي مثلا الفالوبيان تيوب، any فالوبيان تيوب mass. اليورين هيومن كوريونيك جنادوتروبين البريجنانسي تيست حتى لو العيانة has a method of contraception لازم برضو to address pregnancy test علشان نتأكد ان العيانة مش بريجننت. تمام. ما بنعتمدش على الهيستوري بتاع العيانة في قصة البريجننسي بالذات. لكن السي اي 125 ده is an unreliable marker for endometrial and ovarian cancer. ما بيستخدمش في السكرينينج فور endometrial and ovarian cancer لانه ممكن يبقى فولس بوزيتيف خاصة في البري مينوبوزال وومن اللي هي الوومن اللي ما دخلتش المينوبوز. ممكن يستخدم كايد للبلبيك ultrasound في حالة كومبليكس ادنكسال ماس. لو لقيت ادنكسال ماس ممكن تستخدمه، ممكن تستخدمه مع البلبيك ultrasound لو كان عالي ممكن يسسبكت ovarian cancer. يسسبكت just suspect لكن هو have false positive rate وdon't you don't is not recommended as a screening test for ovarian or endometrial cancer. تمام. يبقى الإجابة بتاعتنا هي C. The patient returns in 2 weeks following her ultrasound. Her hematocrit is 31% is consistent with iron deficiency anemia. Platelet is 195,000. A TSH is 2.8 million unit per liter يعني normal. The ultrasound reveal a uterus measuring 12 by 8 by 6 centimeter with multiple small intramural fibroids measuring less than 2 cm in diameter. There is one subserosal pedunculated fibroid measuring 3.5 cm at the fundus. تمام. يبقى العينة عندها small intramural fibroid و pedunculated subserosal fibroid. طيب عايزين نشوف كده
ايه التايبس اوف يوتراين فايبرويد. التايبس اوف يوتراين فايبرويد يا اما يا اما انتراميورال جوه الوول بتاع اليوترس زي ما احنا شايفينه كده، يا اما سبسيروزال. سبسيروزال اللي هو اللينينج الاوتر لير بتاع اليوترس، سبسيروزال الاوتر لير بتاع اليوترس، ولما بيبقى بيدانكيوليتد زي العينه بتاعتنا دي بيبقى طالع له زي نك كده، زي نك زي رقبه بيتعلق منها، ده اسمه بيدانكيوليتد سبسيروزال فايبرويد. بيبقى بلجنج لبره، ما بيبقاش بلجنج للكافيتي بتاع اليوترس، تمام. والسبميوكوزال فايبرويد اللي هو على اللينينج الداخلي مش اللينينج الخارجي. اللينينج الخارجي بتاع اليوترس اسمه سبسيروزال، لكن اللينينج الداخلي بتاع اليوترس اسمه سبميوكوزال، والوول بتاع اليوترس اسمه انترا ميورال. يبقى لو الفايبرويد جوه الوول بتاع اليوترس اسمه انترا ميورال، لو underlying the outer layer of the uterus اسمه subserosal، وممكن يبقى بيدانكيوليتد. لو underlying the inner layer of the uterus او the inner lining of the uterus اسمه submucosal، وممكن والsubmucosal ده اخطر واحد لانه ممكن يبلج inside the cavity of the uterus وبيعمل distortion of the cavity of the uterus، وهو ده اللي غالبا بيعمل abnormal uterine bleeding. لكن اي نوع من انواع الفايبرويد اللي قلناها دي ممكن تعمل ابنورمال يوتراين بليدنج، بس خاصة السب ميوكوزال فايبرويد، تمام. فالعيانة بتاعتنا عندها سمول انتراميورال فايبرويد يعني جوه الوول بتاع اليوترس، وعندها سب سيروزال بيدانكيوليتد فايبرويد يعني في underlying the outer layer of the uterus وطلع له رقبة، اللي هو عشان كده بنسميه بيدانكيوليتد فايبرويد. طيب what is the most appropriate initial management؟ expectant management and reassurance, non-steroidal anti-inflammatory drugs, gonadotropin releasing hormone agonist, blood transfusion hysterectomy. الإجابة هي B non-steroidal anti-inflammatory drugs. ليه؟ إن ال non-steroidal anti-inflammatory drug inhibit prostaglandin وبيقلل المينوراجيا بنسبة 30-50%، تمام؟ فال best choice is non-steroidal anti-inflammatory drugs. لكن الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بيعمل ميديكال مينوبوز وبلو سايد افكت زي الاستيوبروزس. العينه مش الهيماتوكريت بتاعها واع، عشان كده مش محتاجه بلاد ترانسفيوجن، والهيستريكتومي بنلجا له افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت، تمام. فلقوا ان النون ستيرويدال انتر انفلاماتوري دراج هاف بين ريديوس من ستيرول بلاد لوس باي 30-50% ان وومن وذ مينوراجيا، تمام. طبعا بيقول لك في اوبشن تاني للتريتمنت اللي هو الليفونورجسترال ريليزنج اي او دي يوزد از ان اولترناتيف. ده بيريديوس اليوتراين فوليوم اند بليدنج and increase hematocrit after placement of this IUD. If the fibroid are intracavitary, the IUD shouldn't be used. يعني بيقول لك غير النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج ممكن تركب اللولب الهرموني او المرينا، لانه بيقلل اليوتراين سايز او اليوتراين فوليوم وبيقلل البلاد لوس وبيحسن الهيماتوكريت. بس لو في بقى ايه، لو في سبميوكوزال فايبرويد بلجنج انسايد ذا يوترس زي ما شفنا في الـ في الـ في الـ في الدايجرام اللي احنا شفناه، السبميوكوزال او اني فايبرويد بولجنج انسايد ذا يوترس او يوتراين كافيتي، الاي او دي از نوت يوزد، تمام. يو ستارت ا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج شي ريسبوند مودريتلي ويل اند يو اد اورال كونتراسيبتيف بيلز. استخدمت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج مع الاورال كونتراسيبتيف بيلز ويتش ادكويتلي كنترولز هير سيمبتومز. اف ذا بيشنت هادنت ريسبوندد تو ميديكال ثيرابي you might have considered referral to a gynecologist for potential surgical therapy. What other characteristic would have prompted evaluation for surgery? يا ترى prolapsing fibroid through the cervix, 5 cm submucosal myoma protruding 50% into the uterine cavity, rapidly enlarging uterus, 20 week sized uterus and pelvic pressure. All of the above. الإجابة هي all of the above. طبعا البرولا امتى بنعمل هيستيروكتومي؟
ده سؤال مهم في حالة الفايبرويد. لو في برولابسنج فايبرويد ثرو ذا سيرفكس، عرضة لانه يحصل له نكروزس وانفكشن، فلازم نعمل سيرجري. لو في سب ميوكوزال مايوما بروتريودنج انسايد ذا يوتراين كافيتي وعامل هيموريج ومينوراجيا وعامل سيفير بليدنج وديستورت ذا يوتراين كافيتي وعامل سيفير بليدنج، ده برضو انديكيشن فور سيرجري. رابيدلي انلارجنج يوترس، ده علامة اللي منهم ممكن يكون ليو مايوسايكوما او يوتراين كانسر او اندوميتريال كارسينوما، فلازم نعمل هيستريكتومي. 20 ويك سايز يوترس اند بيلفيك بريشر وبيلفيك بين، اليوترس اصلا حجمه كبير نتيجة الفايبرويد وعامل بيلفيك بريشر وعامل بين، بيلفيك بريشر سيمتومز وعامل بين، ده برضو از ان انديكيشن فور هيستريكتومي. يبقى عرفنا ايه هي الانديكيشن بتاع الهيستريكتومي، برولابسنج فايبرويد ثرو ذا سيرفكس، سب ميوكوزال مايوما بروتريودنج 50% انتو يوتراين كافيتي، رابيدلي انلارجنج يوترس، 20 ويك سايز يوترس اند بيلفيك بريشر. The patient return in 1 year for her annual examination. Her pelvic examination is unchanged. However, she expresses concern that this fibroid could become cancerous. هي بتسأل دلوقتي انت ماشيها على نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج وورال كونتراسيبتيف تو كنترول هير مينوراجي. هي بتسأل بتقول ممكن الفايبرويد بتاعي يتحول ل كانسرس او ليومايوساركوما، ليو مايوما ممكن تتحول ليو مايوساركوما، الفايبرويد اسمه ليو مايوما، لما يتحول لكانسر اسمه ليو مايوساركوما. What is the risk of uterine malignancy ليو مايوساركوما in a patient with fibroids؟ أقل من 1%، 5-10%، 40-50%، 90-90%. الإجابة هي إيه؟ أقل من 1%. ليو مايوساركوما is malignant uterine tumor بس doesn't arise from a pre-existent benign leiomyoma، مش بيتكون on top of benign leiomyoma. نسبة تحول الليوميوما لليوميوساركوما قليلة جدا، والليوميوساركوما غالبا ما doesn't arise on top of benign leiomyoma. والليوميوساركوما ده تيومر بيطلع في ال 5th to 6th decade of life وبيبريزنت with rapidly enlarging uterus and abnormal uterine bleeding. تمام، يبقى عرفنا ليوميوساركوما is a malignant tumor that doesn't arise from pre-existing benign leiomyoma. تمام، الليوميوساركوما typically arise in the 5th or 6th decade of life, are usually associated with abnormal uterine bleeding or rapidly enlarging uterus. هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.